اليوم مع الأسف الشديد احنا عم نشهد لمجزرة حقيقية حصلت في بيروت، المتهم الرئيسي فيها هو حزب الله قبل أي أحد آخر في هذا العالم، لأن حزب الله نعم يستخدم الموانئ ويستخدم كل الوسائل اللي عم تملكها الدولة اللبنانية لتأمين وصول السلاح لحزبه ولتنظيمه. حزب الله ولسنوات استخدم مطار بيروت الدولي، مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستخدم مرفأ مدينة بيروت لإيصال هذا السلاح. اليوم ما حدا بيتحمل مسؤولية غير حزب الله، وأيضا المنظومة الفاسدة التي سمحت لهذا الحزب باستخدام موانئ الدولة اللبنانية ومرافقها لأغراضه الشخصية. مش بس حزب الله بيتحمل المسؤولية، بل المنظومة السياسية والمحاصصات والتسويات يلي قام فيها الجنرال عون مع رئيس سعد الحريري مع باقي أقطاب 14 أذار سابقا. هيدول يلي تخلوا عن مشروع المواجهة مع حزب الله تيحافظوا على شوية مكاسب بين مالية واقتصادية وسياسية لمصالحهم الشخصية. وصلنا لمكان ما حدا بيتجرأ يحكي بوجه حزب الله أو ينتقد حزب الله. نحن من 2014 ما بقى سمعنا صوت بيوقف بوجه حزب الله، نحن من 2014 ممنوع حدا يحكي أي كلمة بوجه حزب الله، وكأنه حزب الله دين وطائفة منفصلين عن الواقع وعن البلد. إذا انتقدت سياساته بتكون طائفي، إذا انتقدت إرهابه بتكون أنت العميل وإرهابي ومجرم وقاتل بهجرك من البلد وبيتهمك بالتحريض وبيهدد بقتلك. والمنظومة السياسية اليوم سلمته كل ما يريد واستسلمت له، وها هي اليوم مع الأسف نرى النتيجة. خسرنا لبنان وخسرنا كل شيء بهذا البلد بسبب سياسات هؤلاء المغفلين يلي اشتغلوا سياسة على أساس لخدمة لبنان، فكانت خدمة مصالحهم الشخصية وجيوبهم ومشاريعهم يلي بدهم يحققوا فيها إنجازات على حساب الشعب اللبناني. ليه اليوم بدنا نوقف نحن نطلب من كل دول العالم مساعدة وفي تنظيم إرهابي عم بيهدد السعودية وعم بيهدد الإمارات من مرفأ بيروت، وبتصريح واضح وصريح للعقيد تركي المالكي قال أن الصواريخ التي أرسلت لليمن وأطلقت على السعودية خرجت من مرفأ بيروت، أي من ذات المكان اللي اليوم تفجر.